أصعب موقف ممكن يمر عليك في حياتك إن أنت تستبعد حد من فرقتك أو تمشي حد من فرقتك؟ بعد معاناة اختار طارق السيد 3 من فرقته اللي هيتم استبعاد 2 منهم وإنقاذ لاعب واحد بس. اختار عمار، اختار عوني، اختار محمد. لحظات من الترقب عاشها اللعيبة في دايرة الخطر، وفي النهاية كان القرار نمرة واحد هيمشي عمار. نمرة 2 عوض.